أهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي ومتابعي التلفزيون السابع في لقاء متجدد بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من دور الـ16 لمونديال قطر 2022 والذي أقيمت خلاله مباراتين هولندا وأمريكا والأرجنتين وأستراليا. نجح المنتخب الهولندي في أن يحصد ويصعد إلى دور الثمانية بعدما فاز على منتخب أمريكا 3-1. معانا نتائج المباراتين على الشاشة، والأرجنتين نجحت إنها تفوز على أستراليا المنتخب العنيد 2-1، ولتصعد الأرجنتين وتلتقي مع هولندا في دور الثمانية لمونديال 2022. المباراة الأولى كانت بين هولندا وأمريكا، كنا التقينا مع حضراتكم أنا والزميل محمد عراقي وقلنا إن بعد انتهائها مباشرة وقبل انطلاق مباراة الأرجنتين وأستراليا، وقلنا إن هو إن إن التحكيم فيها اللعيبة ساعدت الحكم كتير بشكل كبير، حكم البرازيلي ويلتون سامبينيو 41 عام وعنده دي المباراة الثالثة ليه، والنهاردة ما كانش عنده مشكلة في إدارة المباراة، كان في طعم اللاعبين، ويمكن يكون هو النهاردة كان شعاره كان عنده هدوء وثقة على عكس الماتشين اللي فات. هو دي المباراة الثالثة ليه، أدار مباراة هولندا والسنغال والسعودية وبولندا، والنهاردة دي المباراة الثالثة ليه هولندا وأمريكا. المباراة الثانية كانت جمعت بين الأرجنتين وأستراليا، مباراة بقيادة النجم الأرجنتيني ميسي. ميسي هذه هي المباراة الألف لميسي. ميسي النهاردة بيحرز الهدف التاسع له في المونديال، بيتخطى النجم الراحل والأسطورة الأرجنتينية مارادونا. مارادونا له 8 أهداف، ميسي النهاردة بالهدف التاسع بيتخطى مارادونا في المشاركة الخامسة لميسي. دي المباراة الألف بقول لحضراتكم في تاريخه مع كرة القدم، ميسي مع الأندية التي احترف بها ومنتخب الأرجنتين في النسخة الخامسة من كأس العالم له. طبعا بيطمع ميسي إن شاء الله إن هو يتوج بكأس العالم وبالبطولة، علشان تكون أعتقد إن هي هتبقى مسك ختام ليه. ميسي صاحب الـ 35 عام والذي فاز النهاردة بلقب مان أوف ذا ماتش. ميسي النهاردة قدم مباراة جيدة، أحرز الهدف الأول بمجهود فردي، كان النهارده هو همزه مش عايز اقول النهارده كان هو محور اداء منتخب الارجنتين، كان هو النهارده نجح ان هو يلعب مع منتخب استراليا، تمام، نجح ان هو يكون هو النهارده هو محور الاداء الفني لمنتخب الارجنتين، كان بصمه ميسي على كل باص في الملعب من زملائه، تمام، وميسي عمل اسيست لاكثر من اسيست لاحراز اهداف لزملائه، ولكن طبعا البعض منها بينجح حارس مرمى استراليا ان هو يطلعها بره القائمين، والاخرى ما بينجحش اللاعب ان هو يحرز منها اهداف. ميسي النهارده كلمه السر في فوز الارجنتين على استراليا وصعود الارجنتين الى مباراه الى دور الثمانيه. اعتقد هذه هي المباراه الافضل لمنتخب التانجو منذ انطلاق البطوله، لان طبعا حضراتكم تتذكروا ان منتخب التانجو في مباراه الافتتاح هزم من المنتخب السعودي 2-1، وبعد كده بدا يستعيد وفاز على بولندا والمكسيك. لكن هو انا اعتقد ان الفتره اللي جايه ان ميسي هيكون كلمه السر، هيكون هو ايقونه كاس العالم في هذه النسخه. قدم مباراه جيده وتوج في النهايه بالصعود لدور الثمانيه، وايضا توج بمان اوف ذا ماتش في المباراه، ودي حاجه انا شايف ان ميسي بيسعى في هذه النسخه في ان يحصد ألقاب كثيرة تضم إلى ألقابه في سجله المشرف. ميسي واحد من أفضل لاعبي العالم. طبعا وإحنا بنتكلم على الأرجنتين لازم نقول إن مباراة الأرجنتين وأستراليا أدارها الحكم سيمون مالسينك البولندي 41 عام، دولي من 2011، دي المباراة الثانية ليه. ظهر في مباراة فرنسا والدنمارك، ده ليس لا ده ليس بغريب على الكرة المصرية، هو جه عندنا وأدار مباراة الأهلي وبريمز، وأدار مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.
ولكنه الحكم النهارده كان هناك علامات استفهام في ادائه على تقدير العقوبات الانضباطيه، لان عايزين نقف عند حاجه مهمه جدا جدا يا من لقاءاتي مع حضراتكم في منبر اليوم السابع. اتفقنا ان تطبيق القانون ان في فرق بين الالتحام المشروع والتنافس العادل وتطبيق القانون. يا جماعه مش عايزين نفصل بين الالتحام المشروع وبين التنافس العادل وبين تطبيق القانون. في تطبيق القانون نطبق التنافس العادل، نحسن تطبيق التحام المشروع، ولكن ليس على حساب تطبيق القانون. النهارده هو النهارده اكتفى بكثير في كثير من المخالفات بالتحذيرات الشفويه، حتى وصل الامر ان هو تحدث مع احد لاعبي استراليا في ودنه في مشهد غريب احنا مش متعودين عليه. تحدث الحكم البولندي في اذن واحد من لاعبي استراليا، تمام، في مخالفه بامام المساعد الاول في قريبه من منطقه جزاء منتخب الارجنتين، وبرضه اللعيب كلمه في ودنه، مشهد احنا مش متعودين عليه خاصه في بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم. لكن النهارده احنا عندنا طبعا هو النهارده الانذارات هو اشهر بطاقتين انذارين لمنتخب استراليا لجاكسون وميليسيوس ده وجاكسون، هم انذارين في مقابل تغاضى عن انذارين مهمين جدا جدا طبقا للقانون لهاري سوتار من استراليا وكريستيان ميرو من الارجنتين، في الوقت اللي هو فيه اكتر من مخالفه كانت يجب ان يكون هو موجود في الميعاد ويشرف فيها البطاقه الصفراء، ولكن كان دائما وابدا يختفي بالتحذيرات الشفويه على حساب تطبيق القانون. وده في حاجه اسمها اندرستاندينج فوتبول جيم، الفهم الجيد لتطبيق القانون مهم جدا جدا خاصه في المباريات الاقصائيه. حتى لو هيطلع حد بقى يقول منهم يقول ان دي تعليمات البطوله، تعليمات البطوله هو حسم والحسم والحزم من التحكيم لنجاح البطوله. تعليمات البطوله تاني الحزم والحسم من الحكام لنجاح البطوله. المباريات الاقصائيه احنا النهارده عندنا 16 عندنا النهارده 16 فريق في 8 مباريات في دور ال 16 وقيمة منهم النهارده 2، فاضل 6 مباريات. البطوله بتاخد خطوات الى الوصول الى المباراه النهائيه، وبالتالي تمام النهارده الخطا التحكيمي يا جماعه تمام ده يقصي فريق من المنافسه وياتي بفريق اخر الى منصه التتويج، فمحتاجين دقه وتركيز من حكام البطوله علشان تنجح البطوله. زي ما البطوله النهارده فعلا فيها نجاح لتنظيم، فيها نجاح للحاله اللي موجوده عليها قطر وحاله الاستعداد والتغطيه الرائعه لهذه البطوله، تكتمل هذا بتحكيم حازم جيد، تحكيم فيه حسم وحزم علشان تنجح البطوله ان شاء الله. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان ميسي حصد لقب مان اوف ذا ماتش في مباراه الارجنتين واستراليا، فبرضه الهولندي دومفريس ده حصد لقب مان اوف ذا ماتش في مباراه هولندا وامريكا، افضل لاعب في المباراه. وطبعا طبعا من بدايه البطوله وهم طبعا اللجنه المنظمه بتسلك هذا النهج في مان اوف ذا ماتش من بدايه البطوله، ودي حاجه يمكن لما طبقناها هنا عندنا في دوري رابطه الانديه المحترفه في مصر قلنا دي حاجه جيده وحاجه احنا شايفينها من الخطوات الجيده للكره المصريه. وان كانت البطوله ده نهج موجود في بطوله كاس العالم من فترات طويله. قلت لحضراتكم النهارده ان ميسي في المباراه الالف تاني هقول لحضرتك في المباراه الالف له النهارده في الهدف التاسع له في مرمى المنتخب الاسترالي بيتخطى هو كده هداف الارجنتين في المونديال بيتخطى الاسطوره الراحله مارادونا 8 اهداف، ادي المشاركه الخامسه ليه. طبعا ميسي بيسعى ان هو يحصد لقب البطوله، عشان اذا حصد لقب البطوله هيبقى ده اللقب الاول له في تاريخه. فاعتقد ان هو بيسعى ميسي صاحب ال 35 عام بيتمنى ان هو يصل الى منصه التتويج تمام ويتوج منتخب الارجنتين بكاس البطوله. لكن
قبل ما اترك حضراتكم عايز اقول ان التحكيم في الفتره في المباراه القادمه محتاجين حسم وحزم. انا شايف ان الحكام بتتكرر، وحتى في بعض الحكام اللي هي عندها بعض الاخطاء، ولكن اللجنه المنظمه بتقرر الحكام، ده حق اصيل ليهم، ولكن الحسم والحزم مهمين جدا 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 في الفتره المقبله، في المباريات المقبله ان شاء الله. بكره تاني يوم من منافسات دور ال 16 هيكون فرنسا امام بولندا ومنتخب السنغال على موعد مع لقاء مهم جدا 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 مع منتخب انجلترا. بنتمنى التوفيق طبعا لمنتخب السنغال ممثلا للكره الافريقيه، بنتمنى له التوفيق، يقدم مباراه جيده، عمل ماتشين تقريبا في دور المجموعات ظهر بشكل جيد، بنتمنى له التوفيق. منتخب فرنسا ومنتخب الديوك، رغم ان منتخب نسور قرطاج نجح في الفوز على منتخب الديوك بهدف لا شيء في الجولة الثالثة من دوري المجموعات، إلا أن منتخب نسور قرطاج وضع البطولة، ولكن ولكن له فوز تاريخي على منتخب فرنسا يسجل في ذكريات التاريخ. إن شاء الله تستمتعوا إن شاء الله بمباراة الغد. البطولة بدأت في الفترة الحالية، تمام، مبارياتها تزداد أهمية، تمام، مباريات الفرصة الواحدة خلاص، تمام، مباريات الإقصائية دي، تمام، هيبقى في نص ساعة وقت إضافي لو انتهى الوقت الإضافي الأصلي بالتعادل، وبعد كده ركلات ترجيح. أنا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى ألقاكم في لقاءات قادمة، لكم مني أطيب تمنياتي وأرق تحياتي.